هلا وصلنا لفقرتنا الأخيرة. يمكن رح نحكي عن مرحلة عمرية معينة بتبدأ فيها يعني ملامح الطفولة تتلاشى وسط تغيرات نفسية شخصية جديدة عم تتكون لتحمل صفات وتمسح من ذاكرتها خصال كتيرة. لكن المشكلة الأكبر يلي ممكن ترافق كل مراهق بهالمرحلة هو اللعنات. فكيف ممكن نتعامل مع المراهق العنيد والمتمسك بأفكاره وسلوكياته؟ رح نعرف هالشي مع الدكتورة تغريد مسلم وهي أستاذة في جامعة دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتورة. صباح الخير. يسعد صباحك. يعني عم نحكي دكتورة عن مرحلة الأهل بيهكلوا هم كتير لما يوصلوا لأولادهم مرحلة المراهقة. تحكي لنا عن هالمرحلة وكيف ممكن الأهل يتعاملوا معها. الحقيقة فعلا مرحلة المراهقة هي بتشكل أزمة للأهل وعبء كتير كبير إنه هالمرحلة اللي وصل فيها ابنهم كيف بدهم يتعاملوا معه وكيف ممكن يوصلوا هالولد لبر الأمان بدون أي آثار أو مخلفات إن كانت نفسية أو سلوكية أو ما شابه ذلك. فمرحلة المراهقة هي مرحلة نمو طبيعية للفرد بيمر فيها بمراحل عمره بمراحل تطور حياته. هي المرحلة اللي بتفصل بين الطفولة وما بين الرشد أو سنين الرشد الأولى. المرحلة هي تم تحديدها بالكثير من الدراسات إنه هي من سن الـ 11 لسن الـ 21. طبعا تختلف مرحلة المراهقة أو سن أو فترة المراهقة من شخص إلى آخر وكذلك من مكان إلى آخر يعني من بيئة إلى أخرى. يعني عندي مثلا الدول الإفريقية سن البلوغ أو سن المراهقة لا راح أربطها بالبلوغ سن المراهقة يختلف أو سن البلوغ يختلف عن مثلا دول أوروبا ودول شرق آسيا. فلذلك ارتبطت المراهقة بسن البلوغ هي مرحلة نمو. مرحلة النمو تحدث تغيرات فيزيولوجية ونفسية وفكرية وسلوكية واجتماعية على الفرد وهالتغيرات هي بتعطي انعكاسات على هالفرد تظهر سلوكيات تظهر خصائص وسمات موجودة على الفرد وبالتالي بيصير بمرحلة أو بيصير بواقع مختلف عن اللي كانت فيه ولذلك بيكون في شيء من ممكن التوتر ممكن المعرفة بكيفية هالتغيرات اللي حصلت وكيفية التعامل اللي حصلت. لذلك بيكون في مشكلة للمراهق نفسه وفي مشكلة للأهل كيف بدهم يتعاملوا مع هالمراهق ومع هالتطورات اللي ظهرت عليه. يعني احنا احيانا نشوف الأهل بيتأهبوا لهالمرحلة انه طفلهم عم يفوت لمرحلة المراهقة. كمان في يمكن صفة هي مثل ما ذكرنا بالمقدمة صفة العناد. لانه يمكن بتصير بتتكون شخصيته للمراهقة راهق بهذا العمر. خلينا نقول إذا بلشت هي الصفات تتمجد عند الطفل لأنه هو يمكن لساته طفل كيف صحيح. لازم الأهل يتعاملوا معه؟ الحقيقة هو مو كل مراهق عنيد تماماً. وإنما هناك أنواع للمراهقة في إلى عدة أشكال. يعني ممكن يكون عندي طفل عنيد ممكن يكون في عندي عدوانية مرحلة المراهقة يكون في طفل عنده عدوانية يكون في طفل آخر لا بنفس البيت ممكن يكون في طفل ظريف وحباب وما عنده أي مشاكل. يعني مرحلة المراهقة أخذ نوع من التوازن أكثر أو نوع من الهدوء أكثر من الأخ الآخر ضمن العائلة الواحدة. ممكن تكون يعني يكون مثل ما قلنا عصبي ممكن يكون عنيد ممكن يكون لا متوازن ممكن يكون أكثر يعني ممكن يكون حساس أكثر ممكن أقل في منهم. ممكن يكون حساس ومنطوي منزوي بشوف طفل يعني منزوي. فلذلك مرحلة المراهقة أو المراهقة ما فيني أوصفها بالعناد إنه هو طفل عنيد لكن هاي سمات شخصية بتختلف من طفل لآخر ووفق الظروف اللي عاشها الطفل أو تعرض لها الطفل من طفل إلى آخر أو من ظروف إلى أخرى. وفي حال تواجده كيف بيتعامل الأهل الطفل؟ أول شيء بدي أعرف أنا شو هي الصفات اللي أو السمات اللي حتى أقول إنه هو طفل عنيد. ليس كل مراهق أو ليس كل طفل يقول أو يفرض رأيه أو يطلب حاجة معينة ويريد تحقيقها أو الإلحاح إنه هو طفل عنيد. لا طفل العنيد هو اللي بياخد يعني بتشبس برأيه بده كل شيء مثل ما بده كل الآخرين غلط بيتسم سلوكه كمان حتى ممكن يكون في شيء من العصبية والعدوانية والسلوكيات الغير مزبوطة لحتى أنا أخذت سمة أنه عنيد وعم يتعبني وما عم بعرف كيف أتعامل معه. ليه؟ لأنه هو صار عنده فكره الخاص وعنده آراءه الخاصة وله قراراته الخاصة هو بده هذا الشيء أنه لازم يصير بده يفرض هذا الشيء.
كيف بدي اتعامل مع هيك حالة؟ طبعا وجود هيك حالة انا بدي اولا ابحث عن المسببات، ما اجت هيك من اي عبث، والا كانت اجت على كل الاطفال نفس الحالة، هي اجت من عوامل موجودة ان كانت هي بالدرجة الاولى بالتربية، والتربية هي ان سواء من الاسرة او بالمدرسة او الرفاق بكل هالبيئة اللي بينتمي الى الفرد. فلذلك يجب ان ابدأ من الاسرة وانا اخذ كل المسببات لحالة العناد وابدأ على ازالتها بشكل موجز ومختصر، يعني كايجاز للاهل نقول لهم انه ابدأ مع طفلك بالمحبة، حسسه بالحب. يعني أنا الطفل أكيد ما في حدا بيكره ابنه، ما في أهل بيكره أولادهم، لكن نحن قلما نعبر عن هذا الحب لأبنائنا. فعبر عن حبك لأبنائك سواء بالكلام وكذلك باللمس، يعني أنا بكفي له أنا بحبك، أو أنت لازم تحس أني أنا بحبك، أو أنا عم بشتغل ساوي لك لأني بحبك. هو ما بيعرف هذا الشيء، هو بيعرف أنه شو على أرض الواقع موجود معه وشو عم يتصرفوا معه. لذلك أنا بقول له أنا بحبك وبحضنه ومن وقت إلى آخر، لأنه هو بحاجة إلى أمن نفسي وأمان عاطفي وحنان واهتمام. لما أنا بوجد له الحنان والأمان العاطفي والاحترام، كمان أنا بدي عامل ابني باحترام، ما بدي أقلل شأن ابني، ما بدي عايره أمام الآخرين، ما بدي أعمل له مقارنة مع طفل آخر أنت تكون مثل ابن فلان وساوي مثل ابن فلان. كمان كذلك حالات الفشل اللي ممكن يقع فيها الطفل، احنا عم نقول تغيرات، هالتغيرات بتخليه بمسار غير صحيح، فممكن يسيبه فشل دراسي، ممكن يكون في عنده عديد من السلوكيات غير المقبوله. فانا ما بدي اجي اخذ هالحالات واجي عز يعني كبرها وانه هي كل شيء، انت هي كل مساوئك، اخذ كل المساوئ، لا، انا بدي ركز على الايجابيات ونمي هالايجابيات عند الطفل، وحاول قدر الامكان ابتعد عن هالسلبيات، لانه بحال كررت السلبيات رح يقتنع انه هذا انا وانا ما هذا هو ما بتغير ما بتطور بحاله. ايوه خلص بيصير بيقتنع انه انا هيك سيء فاشل، مثل ما يعني انت الاهالي انت وقح، انت عنيد، انت فاشل، انت ما ممكن توصل لكذا، انت ما انك مثل فلان ابو فلان. فهي كلياتها بتخليه بحاله يعني سيئه وغير طبيعيه، لانها بدي ابعد عن كل هالسلوكيات. نعم بالعموم. دكتوره، يمكن مثل ما قلتي مرحله المراهقه هي مرحله هامه ببناء شخصيه اي شخص منا، وكلنا مرينا فيها، لكن امتى بتكون فعلا الاهل ممكن يلجأوا لأخصائي اجتماعي أو نفسي حتى يقدروا فعلا يوجهوا ابنهم للطريق الصحيح؟ صحيح، لما بيكون في عندي بلاحظ أنا طبعا بدي تابع ابني، طبعا تابع مو أنه ضل وراه وحسسه بالضغط، لا، أنا بدي تابع، يعني أنا دوري مو بس يعني لبي له حاجاته، وإنما كذلك أنا بدي أقوم بعملية التربية. فلما بشوف تسلوكيات غير مظبوطة، غير سليمة، بالتالي هون أنا بدي أشوف إذا بإمكاني إني أنا حل هالسلوكيات، رح يكون الأمر بأمان. لكن بحال مثل الطفل العنيد، الطفل العنيد صار بدي أنا مساندة، صار بدي استشاري اجتماعي ينصحني إنه كيف ممكن، لأنه هو ما صار عنيد من عبث، صار في مشاكل موجودة. هالمشاكل ممكن تكون الخلافات الزوجية والشجار ضمن الأسرة، ممكن تكون تفضيل ولد على ولد، ممكن كثير من الأسباب اللي هي سبب وصلت لها هذا الشيء. هون أنا بحاجة حتى يساندني هو المستشار الاجتماعي، بحيث أنه يعطيني، يعني أنا هلأ حاليا صرت بحاجة ماسة لمراكز الإرشاد الأسري، أنها تكون على أرض الواقع نلجأ لها بحالة وجود مشكلة، بحالة كيف ممكن نتصرف مع ابننا، بحالة أنه أنا ما عم بقدر أتفاهم مع ابني، كيف ممكن أتفاهم مع ابني. هي كتير بتساعدني وتساعد الأهالي خاصة، يعني إن كانوا متعلمين أو غير متعلمين، يعني هذا طريقة التعامل، جميعنا بحاجة لمين يرشدنا كيف ممكن نحن نتعامل مع هذا الطفل. يعني ما لازم أنه يمكن نستهان بهالمرحلة، لأنه هي المرحلة بتأثر على حياة طفلنا إن كان شاب أو إن كان أنثى. بالنهاية خلينا نحكي نصائح لكل أهل، يمكن هلأ أطفالهم بسن البلوغ أو رح يفوتوا بهذا العمر ورح يفوتوا بهالمرحلة، كيف لازم يبلشوا يتعاملوا معهم قبل ما يمكن تبلش المشاكل بالمراهقة؟ يعني اللي يتهيأوا لك كيف يتعاملوا مع هالمرحلة. أولا هاي المرحلة هامة وخطيرة، لكن أنا طبعا ما بدي الأهالي يشوفوها أزمة وخطيرة، لا، هي مرحلة نمو طبيعية. هذه المرحلة النمو بهالسن هذا، من سن الـ 11 لل 14 وهالفترة، يعني
الطفل او الطفل يتميز بانه هو يقتدي او يعني من سماته انه الاقتداء بالاخر يعني بده يقلد غيره من الرفاق من الاصدقاء. فلذلك انا كثير بدي انتبه يعني على اصدقاء الاولاد رفاقهم لوين بيروحوا مع مين بيحكوا. انا طبعا بدي انا حاور الطفل, بدي استمع له, بدي اعرف احتياجاته, بدي اقدم الاحترام لهالطفل لحتى هو يشعر باحترامه لذاته وكمان يبادلني الاحترام. بدي اقدم له الاهتمام, بدي اقدم له الحب, وبدي اقدم له الحنان لامن له الامان العاطفي والامان النفسي. وكل هالامور هي كلها بتخلق له الثقه بالنفس. الثقة بالنفس ممكن الثقة فيه. كمان بالأهل, لأنه وبس يثقوا بأهلهم بصير بيسمعوا كلامه أكثر. هلأ بس يثق بخلق له الثقة بنفسه, حيثق بنفسه حيثق بأهله, يعني هذا أمر متبادل. لكن أنا لما بدي يعني يكون في عندي سلوكيات غير صحيحة بدها توصلني إنه الطفل يفقد ثقته بنفسه, بالتالي ما حيكون في ثقة بالأهل ورح يكون يخبي ويعمل أشياء أخرى. نعم. وأخطأ ويخبي إنه يخاف إنه يوصلها, لأنه هي بتتميز من أحد المزايا إنه بالخوف والقلق والاضطراب, فرح يخاف إنه يوصل هالمشاكل لأنه خوف من العقاب, خوف من إنه عدم قبوله. فلذلك أنا بدي أخلق له هالثقة بالنفس ليحس بالأمان. نعم. ويحس إنه يبادلني هالشي هاد, وبالتالي أنا أبوصل لطفل اطلع من هالمرحلة بأقل قدر ممكن من الأخطاء وبأمان, حتى يكون أهله لشاب ناضج. نعم. سليم صحيا ونفسيا. نعم, يعني الاهتمام والحب والاستيعاب هن يمكن الاستماع والاستماع هن الخطوات. ايه؟ طبعا استيعاب. ايه؟ مرحلة المراهقة. ايه؟ اللي مرق فيها كل حدا منا, ومثل ما قال جبران خليل جبران, أبناءكم ليسوا لكم أبناءكم. صح. أولاد الحياة. صح. هيك فهي المقولة بتختصر يمكن كثير من. صح. الأشياء بهي المرحلة. شكرا لوجودك معنا دكتورة. شكرا لكل المعلومات والنصائح اللي عطيتينا اياها. شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتوره ولكل المعلومات اللي عطيتينا اياها لليوم. شكرا لك. ميسان مع هالنصائح اللي عطيناها.